السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضراتكم بخير. زي ما شايفين كده بدأ قرص الشمس يطلع اهوت بعيد. شايف محمد طلع ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. هو لسه طالع. لسه اصلا طالع اهوت زي ما شايفين القرص عامل ازاي، بس الجو فيه غيوم، يعني الجو فيه زي شبور او كده، مش هيظهر بقى لما يبدأ يظهر في السماء شوية، يطلع كمان 5 دقايق كده ونشوف بقى. القرص ملوش اي شعاع يعني، بس عشان ممكن في غيوم، انا شايف في غيوم، يعني مش باين قوي في التصوير، بس شايف في غيوم، بس انا لغايه الوقت بقدر ابص له عادي يعني، حتى انعكاسه برضو على الميه ضعيف. بدأ